عن جمعية الطهاة اللي نعم. يعني هذه ايش وقت أسست وصار لها ايش قد وشو الأشياء اللي تقدمها للأشخاص اللي يقبلون عليها؟ نعم، جمعية الطهاة العراق هي من سنتين فكرة انه شيخ محمد السوادي تحياتي طبعا إليه والنائبين شيخ عباس وشيخ مهند وكل اللي كادر اللي عملوا عليها باقي الشيفات. فكرة كانت انه شلون شيخ محمد يضمن ان حقوق الطاهي العراقي، لان الطاهي العراقي ما له دور بالمجتمع صراحه، خلينا نقول عليه طباخ. زين، احنا اليوم بالمطاعم او باي مكان ما تجي تقدم يقول لك طباخ، اي اوكي، يعني دي نظروها انه مهنه عاديه، بينما هي كل الابداع بها فعلا. اكيد صح. فقال احنا ناسس جمعيه تضمن حق الطاهي العراقي. سنتين إلى أن حصلنا الموافقات عليها، بعدها تقريبا أقل السنة من حصلناها، حاليا دا نشتغل عليها، صارت فيها نشاطات كلش حلوة. من ضمنها بازار بغرفة تجارة بغداد، قدمونا دعم لمدة 5 أيام، كان شيء مبهر. حلو. بالنجف دعونا معرض النجف العفو الدولي، هناك همتين بقينا 14 يوم، مهرجان تذوق كامل وعلى مدار الساعة يعني. إلى أن حلو جميل. طيب يعني ست شيماء، انا عم اسالك اليوم، ممكن الطاهي العراقي ممكن ان يبتكر له وصفه خاصه تكون هذه الوصفه هي من مكوناته من استنتاجه وممكن انه تظهر بهذا الطعم اللذيذ اليوم؟ هذه الجمعيه ممكن تضمن حق الطاهي بهذه الوصفه؟ يعني ممكن انه تسجل باسمه او يقدر يبيعها، ما حد ياخذ حقوق هذه الوصفه، ولا يعني اكو بعد هذه الموضوع بعد يحتاج الى دراسه؟ هو مو حكرا، وانما احنا دنفيد بهذا الموضوع. نعم. اليوم اي طاهي طبعا هو جروب الجمعيه، جروبات مو جروب واحد، ففي انه اللي يحتاج وصفه ممكن ينزلها اللي يعرفها والباقي يطبقوها تحت اشراف الشيفات اللي موجودين الكبار مالتنا. نعم. فالموضوع تعاون ما بيحكر. جميل جدا. لكن نبقى نقول انه هذه الوصفه اللي هي اجتهاد الشيف الفلاني. اكيد صحيح. نعم. فعلا.